رجعنا لكم مرة تانية في كلام البنات، وهنتكلم دلوقتي عن حريم النار. حريم النار مسرحية لسبع بنات بتحكي معاناة الست في الصعيد وإيه المشاكل اللي بتواجهها بسبب العادات والتقاليد طبعا المعروفة في الصعيد. تعالوا نعرف أكتر أو أكتر عن مسرحية حريم النار من ضيوفي البنات الممثلات اللي منوريني النهاردة في الاستوديو، الممثلة والمطربة هبة سليمان. ازيك يا هبة؟ ازي حضرتك؟ عاملة إيه؟ الحمد لله تمام. وكمان الممثلة خلود جلال. ازيك يا خلود؟ والممثله والمخرجه رضوى شريف. ازيك يا رضوى؟ ممثله ومخرجه في العرض، يعني انت عملتي مجهود جبار في العرض ده صح؟ طيب قولوا لي يا جماعه، انتوا ليه في البدايه بس يعني اسم المسرحيه كده يخض؟ حلو طبعا بس اسمه غريب وجديد. ايه اللي خلاكم تختاروا اسم حريم النار لمسرحيتكم او لعرضكم؟ احنا العرض اصلا ماخوذ عن نص عالمي للشاعر الاسباني لوريكا اسمه بيت برنارد ألبو. فاستاذ شاذلي فرح المؤلف خد النص ومصره وعمله في الصعيد المصري. الحدوته بتدور حوالين ام وعندها خمس بنات، فالاب بيموت فبتفرض الحداد على بناتها لمده 7 سنين. ايه ده؟ جبروت. 7 سنين استبداد بقى يعني. هي ام ظالمه جدا و بتقهر بناتها، وهم بالنسبه لها سجينات جوه البيت، ممنوع ان هم يخرجوا، ممنوع ان هم يعيشوا حياتهم، ممنوع ان هم يشموا حتى الهواء يعني. الصراع بقى الدرامي عندي داير حوالين ان بيظهر شاب بنعرفه عن طريق الاحداث، يعني هو العرض بنات بس. بيقع في حبه ثلاث بنات اخوات. هو كان طبعا هم ما بيشوفوش حاجه في الدنيا طبعا، فلما شافوه مشاعرهم اتحركت الثلاثه بالظبط. وهو كمان شافوه ازاي؟ لا هو كان على علاقه باخت من الاخوات زمان، وفي الوقت الحالي اللي احنا بنعرض فيه المسرحيه هو على علاقه بالبنت الصغرى. وفي نفس الوقت راح اتقدم لاختهم الكبيره علشان هي اغنى واحده فيهم، هي غير شقيقه، فهو بيلعب عليهم يعني. بيلعب على البنات كلها، فبتدور بقى الصراع الدرامي عندي من النقطه دي. جميل. بتكلم بقى عن كل معاناه المراه مش بس في الصعيد المصري، يعني بمس كل انثى قاعده في الصاله. بتكلم عن مشاكل كتير بنواجهها، العنوسه، الزواج المبكر، تاخر الزواج، الحرمان بكل انواعه. بس لا يعني بجد والله فكرة حلوة جدا ومميزة ان هي تتعالج عن طريق الفن، لانه الفن بيلين اي حاجة كده وبيوصل بسرعة كمان للناس قوي. ففكرة جميلة قوي انتوا تناقشوها في عرض زي ده. فتحية انت الام. الام بقى اللي عاملة مشاكل، الام المفترية مقفلة جدا على اولادها. وفتحية الام الفتحيه الصعبة الشديدة. الام السعودية الشديدة قوي. بس يعني كلميني عن الشخصية دي اكتر. فتحيه شلقم انا بشوفها غير شلقم. فتحيه شلقم. شلقم. انا بشوفها غير كل ما الناس شايفاها خالص. هي حد طيب جدا وحنينه جدا. كل اللي بيطلع ده عكس اللي جوه. هي من حبها الشديد جدا لبناتها حاولت ان هي تحوط عليهم بالبلدي كده زي ما بيقولوا. هي شافت كل المعاناه اللي هم الخمسه بيحكوها، يعني الخمس بنات هم خمس مشاكل داخليه لفتحيه شلقم وهي شافتها. فهي بتحاول، لا انا مش عايزاكم تشوفوا او تمروا بنفس المراحل اللي انا عديت بيها. لا انا هقفل عليكم، حتى لو القفل ده او الحبس ده هيضركم مش مشكله، بس طول ما انتوا يعني تحت جناحي. هي مش عايزاهم يتعبوا بره مع الحياه يعني بالظبط وضغوطات الحياه بكل حاجه. يعني هي كان عندها 14 سنه اتجوزت راجل عنده 54 سنه. لا انا مش هجوزكم صغيرين، اكبري. يعني بنتها الكبيره وصلت 30، بنتها الكبيره وصلت 30 سنه وما جوزتهاش، مش مشكله. خليكي قاعده. ما عندهاش، لا يعني بس بناتي ما يتوجعوش، بناتي ما يشوفوش اللي انا شفته. ده من وجهه نظري انا لما جيت عملت الشخصيه وحللتها شفتها غير ما الناس شايفاها. الناس ممكن تشوفها ست ظالمه جدا وقاسيه ومستبده وي 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 وي، وده يعني حاصل في اول مثلا ساعه الا ربع من العرض.
الناس كلها، مجرد مثلا حتى لما كنت في العرض يعني اون ستيج، الجمهور اول ما بيشوفوني داخله في مشهد العفريت دخل واتخضوا. والله العفريت دخل، ولحد ما بتيجي في الاخر لا انا عكس اللي انتوا بتشوفوه ده، لان في مشهد اللي هو بيتعرض ده هي بتقول انا مش كده. بصي الام ام، وان كان بالزبط. اللي بترسله في منتهى القسوه باين ان هو قاسي، ولكن الام ام في هو دي جميع زي ما حضرتك بتقولي، دي اللي انا بصيت لها، ان هي في الاول وفي الاخر هي ام، هي بصيت لهم بعين غير اللي هم شايفينها، هم شافوها اسوأ لكن هي شايفاها حب وحنيه ليه. بس هي الدبه بقى، عارفه الدبه اللي قتلت بالظبط. هي ده فعلا، ده صح. خلود او رسميه رسميه في المسرحيه، كلميني عن رسميه. هي بنت من البنات. رسميه هي البنت الكبيره اللي هي بنت اول راجل فتحيه اتجوزته، فلما بيموت بتورث منه، فبتورث من جوز مامتها، فهي بتبقى اغنى واحده في البلد كلها في النجا كله، فاخواتها بقى بيجيلوا منها. ده غير ان هي احمد علي جه خطبها، هو ما خطبهاش عشان هو بيحبها ولا اي حاجه، خطبها عشان فلوسها. فاخواتها بقى بيبقوا بيغيروا بقى منها، فطول العرض هي بتسمع بودانها ان هم دايما بيتكلموا ان هي مش حلوه، وان هي ليه اتجوزها، هي اكبر واحده وقربت تموت وعشان فلوسها وكده. فبتكتشف بقى في الاخر ان اختها على علاقه برضه بنفس الشخص اللي هو احمد. بس بتبقى يعني لما اختها دي بتموت في الاخر، فبتبقى مصدومه ان هي يعني هي خلاص هي مش عايزه احمد علي، بس هي متضايقه ان هي خسرت اختها. طبعا يعني هو في الاخر في اخت من الاخوات بتموت يا رضوى. طب بتموتي ليه في العرض؟ هقول لك بمحض الصدفه. لا انا كنت عامله شخصيه قوت. قوت دي قوت القلوب. قوت دي البنت الصغيره المتمرده اللي فيهم، اللي بتكسر الحداد وبتكسر قواعد الام، ويعني الام فرض عليهم ان هم لابسين اسود، هي بتكسر وبتلبس الملون، بتنزل من وراهم وبتقابل احمد علي وبتقيم معاه علاقه وبتوصل ان هي بتبقى حامل كمان. ففي الاخر لما اخت من الاخوات بتفضح سرها يعني، فبيحصل عراك كده ما بينها وما بين الام، بينتهي في الاخر برصاصه طايشه فالبنت بتموت. ما كنتش قصده موتها والله. لا طبعا اكيد يعني، بس كان نفسي العرض يخلص بحاجه يعني استبشر بيها خير. لا مفيش حاجه، لا اصلا الام اتجننت في الاخر خلاص. خلينا نشوف تليفون معانا. نهى اباظه. الو. ممثله في العرض؟ لا، صديقه. صديقه. ازيك يا نهى؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام كويسه. انت صديقه مين بقى؟ هبه. طب كلميني عن هبه، انا عارف ان صوتها حلو على فكره. صوتها حلو جدا. انا كنت عايزه يعني لو قلت ان هي عاملاه سر، فانا كنت عايزه اقول لكم ان هي صوتها حلو جدا. وكمان عايزه اقول لها ان كل سنه وهي طيبه عشان هي عيد ميلادها خلاص قرب. كل سنه وهي طيبه. وهي من اصحاب الجدعان جدا 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 جدا. كفايه المسج اللي دايما بتجيلي على الواتساب الصبح، صباح الخير بدعواتها الحلوه. الله الله، تسلمي لي يا نهى، ربنا يخليك. لا والله بجد هي جميله وشها بشوش وجميله بصراحه. انا عشان يعني بحبها جدا جدا وقاعده مستنياها بجد، بقالي ساعه قاعده قدام البرنامج عشان اتفرج عليها، لان بجد انا بفتخر ان هي صاحبتي. خلاص احنا نسمع صوتها دلوقتي، وانت كملي بقى فرجه علينا على قناه تان تي في. خلاص اوكي، باي باي يا حبيبتي. فتحية. نعم. فتحية ولا بلاش فتحية؟ بالعكس انا بحبها جدا. هنغني نبقى هبة. انا بحبها جدا. ممكن تغني لنا حاجة من العرض؟ فتحية جدا جدا. بحبها قوي. انا عايزة اقول حاجة في العرض. فتحية يعني من كتر ما هي كانت متقمصة، انا وانا واقفة قدامها هي المفروض اتضربني كتير جدا في العرض. انا اتضربت منها كتير قوي، فلما بتيجي عليا انا بعمل كده، انا مش بمثل، انا ببقى خايفة بجد. بجد؟ من كتر ما هي بتبقى متقمصة. تخيلي مشهد القتل بقى، انا كنت عاملة ازاي؟ انا داخلة هموت دلوقتي. والله بجد واضح ان اساسا العرض على فكره اتعرض في اماكن كتيره جدا جدا وحاز ونال على اعجاب الناس بشكل كبير جدا. الحمد لله. انتوا كنتوا متوقعين انه الناس يعجبها العرض بالشكل ده وانه تلفوا بيه اماكن كتيره كده هبه؟ لا، ما يعني كنت لسه بحكي من شويه ان هو اول ما بدا ابتدى بليله خاصه جدا في مسرح صغير اسمه مسرح الجسويت، والحمد لله حتى ما كناش متوقعين. المكان بيساعد 80 فرد. يوميها الناس كانت قاعده على الارض، احنا كنا بنصل وسط الناس من كتر ما كان في جمهور. الناس متشوقه للمسرح جدا جدا. كنا اكتر من 150 كانوا موجودين في مكان فعلا. 250 بقى هم بيجوا هنا عشان البنات، يعني هم بيعرفوا ان في بنات فبيجوا. سبع بنات يعني. بس لو يعني لو العرض مش حلو مش هيجوا تاني.
الحمد لله. وبعد كده دخلنا مهرجان الساقية وخدنا جوائز فيه، وبعد كده انا خدت احسن ممثله الحمد لله، والعرض خد ثالث احسن عرض كده. دخلنا مهرجان المسرح العربي، ده من اكبر المهرجانات اللي موجوده في الدول العربيه كلها، خدت فيه افضل ممثله، ورضوى خدت افضل مخرجه، وخدنا ثالث احسن عرض برضو ما شاء الله. وبعد كده طلبنا بقى، رحنا اسكندريه، رحنا عرضنا في اسكندريه، احنا لسه جايين من اسكندريه من حوالي 20 يوم. اسكندريه بقى وتقبله او تناوله للمسرحيه ده كان الرعب. بصي بقى يعني ده موضوع كبير قوي، ضحكتوا عليهم. لا موضوع جمهور اسكندريه ده بالنسبه لي انا كمخرجه العرض كان عامل لي رعب. ليه بقى؟ لان دايما معروف في المسرح ان جمهور اسكندريه صعب ارضائه. هو جمهور اسكندريه فنان ومتذوق جدا جدا، فكان بالنسبه لي صعب ارضائه قوي، وبالذات ان حريم النار اتعمل في اسكندريه قبل كده بكاست تاني وكان من العروض الناجحه. والله فكان بالنسبه لي ان انا تحدي بقى، تحدي جدا جدا ان انا رايحه بقى مكانهم وبيتهم، وعايزه اثبت ان انا عامله عرض مختلف وواخده رؤيه تانيه وعامله عرض قوي. انت عملتي كمان مجهود كبير بصراحه الحمد لله. يعني انت ممثله جوه العرض ده مجهود، وانت مخرجه العرض ده مجهود يعني تاني. كنا بنقول لها حاولي تفتكري ان انت بتمثلي في العرض. حقيقي ده بجد يعني، كانت على طول من بره اخر ايام اصلا يعني، يعني كانت بتنسى نفسها بره بتشوفنا بجد. ببقى خايفه قوي. ازاي قدرتي ولا اقول لك استني هسالك السؤال ده، بس انا نفسي اسمع صوت فتحي. يلا حاضر. ولا هبه امال امال بقى هتسمعينا ايه؟ عايزه تسمعينا حاجه باللهجه ايه؟ بالله لان العربي عادي. واضح ان انت خلاص بقى يعني مارست اللهجه الصعيدي. انا بحبها جدا. بتتكلموا باللهجه الصعيدي الصعيدي ولا كنا بدو الصعيد؟ بدو صعيد كمان، ده اصعب يعني. ما نقولش عشان عشكان، عشكان الرجاجيل الناجعي دياتي عم عايزين مترجم. يعني كان في جمله والله في العرض قعدنا نحفظها، هي قعدت تحفظها لغايه يوم العرض، لدرجه ان كلنا حفظناها وبقينا بنقولها مع بعض عشان هي تحفظها. عشكان رجاجيل النجع دود مش نطفط من بلص ومش على جلالبهم يعني جربانين وفجرانين بس كده. بس لا ده انت تاخدي اوسكار على طول، تاخدي اوسكار والله. طب نغني دي اتكتبت يعني مكتوبه كده كل يوم مكتوبه كده. اجعلي يا جعلي والله صعبه، لغه صعبه. لا بس حلوه. هنقول نغني، ممكن نغني الست عشان يا ريت بتحبي. ليه ممكن نقول لسه فاكر قلبي اديلك امان، ولا فاكر كلمه هتعيد اللي كان، لسه فاكر قلبي يديلك امان، ولا فاكر كلمه هتعيد اللي كان، ولا نظره توصل الشوق بالحنان، لسه فاكر كان زمان كان زمان، لسه فاكر كان زمان كان زمان. والله جميل جميل جدا ما شاء الله، وبتغني بشخصيتك يعني عارفة عندك برضو شخصية. أنا أصلا مطربة مش ممثلة. وأنت في الأساس مطربة أصلا بقى يعني. طب انا معايا تليفون جميل جدا برضو ليك يا هبه. طيب. الو الو اماني. هي اماني هي خاله هبه. ايه ده؟ الو يا اماني. الو ازيك يا اماني؟ صوتك صغير جدا عنك تبقى خاله هبه. ازيك؟ لا والله خليتها بجد. خليتها صغيره في السن صح؟ قولي لي رحتي العرض؟ لا الحقيقه ما رحتوش، بس عشان عندي اطفالي في مدرسه وكده. طب ماشي اوكي. طب ايه رايك بقى في صوت هبه؟ لا طبعا بتحبيها اكتر في التمثيل ولا في الغنى؟ ايه؟ لا انا بحبها اكتر غنى. فين؟ غنى. في الغنى. لا يبقى لازم تنزلي تشوفيها بقى في حريم النار، لان احنا معانا هنا اراء بتقول ان هي قاسيه جدا شديده. لا بس انا يعني انا بحبها اكتر غنى، بس انا عارفه ان هي ممثله شاطره قوي يعني ده يعني كفايه لسه واخده
في جايزه. اه هي واخده يعني جوائز كتير جدا فعلا. ميرسي اماني جدا على تليفونك، شكرا ليكي وبشكركم جدا 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 انتوا الثلاثه، بشكركم جدا على وجودكم معانا النهارده والف مبروك، وان شاء الله برضو يتم، انتوا لسه هتعرضوا في المسرحيه قريبا ولا خلاص كده؟ ان شاء الله ان شاء الله قريب. ده مخرج جدا. اه طبعا بقى. ميرسي جدا ليكم، جود لك ان شاء الله. ميرسي ليكي جدا، شكرا. مشاهدينا لسه مكملين كلامنا مع بعض، وهنرجع تاني مع نوران عصام وهي ملكة جمال المراهقات بعد الفاصل.